بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء، رح نبدأ بالفيديو الثاني ببحث المنطق. في عندي شيء اسمه أتشيك أونير ميلر، اللي هي القضايا المفتوحة. شباب، الأتشيك أونير ما هي بتحوي فيها، بيكون عندي مجهول، تمام؟ إذا بيكون عندي فيها إكس واي، فيها متغير، تمام؟ طيب مثلا هون عندي بي إكس، عندي قضية أونير ما بي إكس، بيقول لي هي 3 إكس ناقص 5 أصغر من 10 وإكس ينتمي لمجموعة الأعداد اللي هي دوال صي. هاي ممكن تكون أتشيك أونيرمي بنقبل فيه. ليش؟ لأنه بتحوي عندي مجهول. في عندي كيو إكس، كيو إكس أيضا مثلا في عندي هي عبارة عن إكس ضرب إكس ناقص 5 ضرب إكس زائد 7 ضرب إكس ناقص 2 إلى آخره، كلهم عم بيقول لي هدول أكبر أو يساوي الصفر وإكس ينتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة. طبعا يعني ممكن يكون سالب، ممكن يكون موجب، كمان هي أتشيك أونيرمي. طيب في شيء عندي بنسميه نيجيلي جيلار، هي الادوات التخصيص. طيب في عندي هون افرنسال، افرنسال هي الاداه بنسميها، بنقول ايا كان، نحن بالعربي بنقول ايا كان، مثلا بقول مهما كان اكس بينتمي لمجموعه الاعداد الصحيحه، كيف بقول؟ بقول ايا كان اكس ينتمي مثلا لزد، بهذا الشكل، مهما كان، شو ما كان هذا العنصر. طيب في عندي هاي فارلكسال، الأداة هاي نحن بالعربي بنقول يوجد على الأقل واحد، تمام؟ يوجد على الأقل واحد أو بعض العناصر، إذا باز أو إناز بير، بهذا الشكل. هلا بنشوف كيف بيستعملوا هدول الأدوات. شباب، بالمسائل تبعت بحث المنطق قد أتعرض لموضوع إنه هو بيطلب مني التارس تبع الأنيرما، أو بده الكارشت أو الكارشت تيرسي. هدول مع مين؟ مع الأداة اللي هي إيسي أكتر شيء بواجهه. طيب إذا عندي مثلا الأنيرمي بي إيسي بي إيسي كيو، طيب إذا بيطلب مني التارس تبع الأنيرمي، فمعاكس هاي القضية مباشرة هو عبارة عن بي فتحة إيسي كيو فتحة. لاحظ هون تتوزع الفتحات، تتوزع على الأولى والثانية. هذا لما بيطلب مني بيعطيني مثلا أنيرمي معينة، بيقول لي مثلا بي إيسي كيو، طالع لي التارس تبعه، فباخذ ترس القضية الأولى والترس تبع القضية الثانية، والأداة تبقى على حالة. طيب الكارشت، الكارشت شباب ببدل الفرض بالحكم، تمام؟ هدول ببدلهم مع بعضهم. يعني شو بيصير عندي الكارشت تبع البي إي سي كيو؟ بصير عبارة عن كيو إي سي بي، تمام؟ طيب هلأ شو بيطلب ممكن كمان مني؟ بده الكارشت ترسي. طيب الكارشت اخذنا الكيو اي سي بي، صار بهذا الشكل الكارشت، بده الترس، فباخذ ترس للتنتين، اذا ما بتخربط فيه. طيب هون في عندي عم بيقول لي البي في كيو، هي قضيه اولى، اي سي ار فتحه. طيب بده الترس لهالقضيه، الترس لهالقضيه، لاحظوا راح اخذ ترس على هالقضيه الاولى والقضيه الثانيه، فاذا شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي P via Q عليها فتحة إس R. لاحظوا ال R كانت عليها فتحة بالأصل، لما رجعنا عملنا لها فتحة تانية فبتطير الفتحة، تمام؟ إذا بهذا الشكل. هلا ممكن كمان هاي أشتغل فيه، أوزع الفتحة لجوا، بتصير عندي P فتحة V Q فتحة إس R، نفس الحكي تماما. طيب شو الكارشت تبع هاي القضية؟ الكارشت بس ببدل بيناتهم، راح اكتبها بغير لون. اذا الكارشت هو صار ار فتحة اي سي بي في كيو، اذا هذا الكارشت تبع. طيب بده الكارشت تيرس، تمام؟ كارشت تيرس، انا اخذت هون الكارشت، بياخذ التيرس تبعه، فراح يصير عندي ار اي سي بي في كيو على الاوس فتحة. طبعا بامكاني انا اشتغل هذا الاوس، افكه مثل ما تعودنا بقوانين دي مورغان، اذا صار ار اي سي، لاحظوا هون بامكاني انا افك، صار عندي بي فتحه في كيو، عفوا صارت الاداه في بما اني وزعت الفتحات، فصارت الاداه تحولت عندي لفي بهذا الشكل. لسه اذا حبيت اتخلص من الاي سي، لاحظوا شو بصير، باخذ الترس تبع الار، صارت فيا بفتحة في
كيو فتحة. إذا بهذا الشكل شباب، بهذا المثال عم بيقول لي في عندي الأنارمة بيدشيك أنارمة بي في بين قوسين بي إيسا كيو، سكر القوس إيسا هلا كلهم كيو أنارمة سنين إن صادة بيتشميني بولغوس. بده إذن أحلله إياه بأبسط شكل نطالع النتائج تبعيتها. طيب شباب، هون رح أشوف أول شغلة، خليني أتخلص من أداة الإيساء الكبيرة، تمام؟ فأداة الإيساء الكبيرة اللي أتخلص منها، نحن إيش قلنا القانون؟ إذا كان عندي قلنا P إيساء Q، قلنا كيف بتخلص منها؟ بناخد التارس تبع القضية الأولى ونقلبها لفيا، والقضية الثانية بتضل على حالة. فإذا هون الأوس الكبير أنا إذا أخذت الديل لإله حولت هاي الأداة صارت فيا، بيكون اشتغلت جزء من الحل. طيب شباب، هلا راح اشتغل الديل تبع هذا الأوس الكبير. انا عندي جوا تنتين أنارمة، هاي القوس كله أنارمة والبي هي أنارمة، راح اوزع على حسب قانون دي مورغان الديل على هدول. فصار عندي شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي بي فتحة، الفي راح تصير فيا، القضية الثانية بده يجي عليها ترس، اذا بي إيسا كيو على الأوس جاني ديل، تمام؟ لاحظوا هذا هون القوس الكبير، والأداة اللي بقيت عندي فيا كيو على حالة. طيب بنكمل بالحل. أنا عندي هلأ خليني أشتغل هاي الجوانية، لاحظوا هاي هون، خليني أفك الإيساء أتخلص منها. طيب شو صار عندي؟ صار عندي ب فتحة فيا، فتحنا القوس، لاحظوا القوس عليه كان إشارة ديل، لسه ما غيرت فيه شيء. هلأ جوا أنا بدي أشتغل، إذا صار عندي P فتحة فيا Q، تمام؟ سكرنا القوس الكبير فيا Q. طيب خليني هلأ أوزع حسب قانون دي مورغان هاي الفتحة أدخلها لجوا. شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي بالشكل التالي، P فتحة طبعا هذا القوس الكبير فيا، فتحنا القوس، الفتحة اجت على الأداة الأولى صارت عندي هون P، عكسنا الأداة اللي جوا صارت V، Q فتحة، سكرنا القوس، وهذا القوس الكبير وهي فيا Q. طيب شباب، بنتبه هون لموضوع، أنا عندي هون فيا وجوا عندي V، إذا الفيا مثل ما قلنا قبل شوي تتوزع على الفي، إذا بإمكاني أوزع هاي هون وأوزع هاي لهون. طيب شو صار عندي؟ صار بي فتحة فيا، إذا بي فتحة فيا بي، سكرنا القوس، قلنا الأداة اللي بتكون جوا بتطلع لبرا، بي فتحة فيا كيو فتحة، وهذا القوس الأساسي اللي عندي إياه ما بنسى فيا كيو. طيب شباب، هلا هون أنا جوا عندي بي فتحة فيا بي، خلونا نشتغلها مع طرف بي فتحة فيا بي، تعالوا نشوف شو بطلع نتيجته. لو كانت البي فرضا البي لو كانت واحد، فالبي فتحة شو راح تكون؟ أكيد عكسها صفر. قلنا أداة الفيا هي أداة رحيمة شوي حبابة، تقبل إنه واحد من بيناتهم يكون واحد لتعطينا نتيجة واحد، فجوابها واحد. طيب تعالوا نشوف لو كان بالعكس، لو كان البي صفر، إذا البي صفر فالبي فتحة شو راح يكون؟ واحد، فكمان قلنا هي الأداة هي رحيمة، إذا جوابها واحد. معناها شباب على كلا الحالتين الجواب عم يطلع واحد، فإذا هذا هون عندي جوابه واحد. شو صار عندي؟ صار عندي بالقوس واحد، يعني صارت النتيجة النهائية عندي واحد V P فتحة V Q فتحة، سكرنا القوس V Q. طب تعالوا نشوف الواحد لما بده يجي V شغلة. طيب خليني اخذ هون على طرف نشوف واحد، مثلا واحد في بي شو بيعطيني جواب هذا؟ طيب بجي بقول لو كانت البي
لو كانت صفر، واحد في صفر شو جوابه؟ صفر، لأن هاي الأداة قاسية ما بتقبل. طب لو كانت البي، لو كانت البي مثلا واحد، فصار واحد في واحد شو جوابه؟ واحد. إذا النتيجة دائما مرتبطة بالبي، شو هي البي؟ عم تطلع النتيجة مثلها، تمام؟ هلا هون أنا عندي بهذا المثال بلاحظ، طلعوا شو عندي؟ عندي واحد في هذا القوس، معناتها النتيجة مرتبطة بالقوس، فإذا شو راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي إذا راح الواحد والفي نهائيا، فصار عندي بي فتحة فيا كيو فتحة، وعندي فيا كيو. شباب بما انه هلا النتائج كلها يعني الادوات كلها اللي بقيت عندي هي الفيا والفيا، فما في داعي للاقواس، تمام؟ فاذا صار عندي ب فتحه فيا كيو فتحه فيا كيو. طيب تعالوا نشوف هدول الكيو فتحه مع الكيو، تعالوا نشوف شو نتيجتها. هاي كيو فتحه فيا كيو، بنجرب طبعا عشان ما نتخربط بنحط هيك. طيب انا عندي لو كانت الكيو واحد فاكيد الكيو فتحه راح تكون صفر، اذا شو جوابهم هاد؟ صفر فيا واحد، ان هي الاداه رحيمه فجوابها واحد. طيب بالعكس لو كان الكيو عندي يا صفر فالكيو فتحه راح تكون واحد، فشو جوابها هي؟ ايضا واحد. فعلى كلا الحالتين هذا جوابه طلع عندي واحد، فاذا بالنتيجه شو صار عندي؟ صار عندي ب فتحه فيا واحد. يعني احنا شباب شو قلنا؟ ان هاي الاداة هي بالذات هي رحيمة، هاي قلنا تقبل انه يطلع عندي واحد لتعطي نتيجة واحد، فاذا الجواب النهائي هو الواحد. اذا كل هالانارمة طلع بالنهاية جوابه واحد. طيب شباب بنشوف السؤال الثاني، عم بيقول لي بين قوسين ب فتحة في كيو يساوي ار والكل عليهم دليل، عم بيقول لي بيساوي الواحد، تمام؟ طيب قلدونا قول يا عبيلي إذا علمت إنه هذا الكلام صحيح، فبده الب إس كيو فتحة في آر ونرمسنن كارشت ترسنن دورولوك ديرني بولونوس، بده أخذ لهي الأنيرمي أخذ الكارشت ترس. طيب أول شيء خلوني أشتغل بالأنيرمي الأساسية، شو بدها تفيدني الأنيرمي الأساسية؟ منها رح أستنتج قيم الب والكيو والآر وبعدين أشتغل هنيك. طيب شباب مدام أنا عندي، لاحظوا القوس الأساسي عليه دليل، صح؟ مدام القوس الأساسي عليه دليل عم يقول لي طلع جوابه واحد، معناتها إذا شباب بدون الدليل لو أنا شلت هاي إشارة الدليل راح يكون النتيجة صفر. يعني شباب إذا راح يكون عندي، لاحظوا بدون هذا الدليل بدي أشيله، فالبي فتحة في كيو يساوي آر، هاي قيمتها راح تطلع عندي صفر، شلت الدليل. طيب شباب برجع بتذكر الدورولوك تابلوسو تبع الإساء، نحن امتى قلنا بتعطينا صفر؟ قلنا ما بتعطينا صفر الا اذا كان هذا واحد وهذا صفر، قلنا هاي الحالة الوحيدة. اذا معناتها شباب هلا حاليا انا استنتجت انه الار هي صفر، هاي استنتجناها. طب نجي لهون بنشوف البي فتحة في كيو، بي فتحة في كيو، هذا استنتجنا انه جوابه واحد، صح؟ طيب نحن بنعرف انه الاداة الفي هي اداة شروطها قاسية، ما بتقبل الا اثنيناتهم يكونوا واحدات، يعني هذا لازم يكون واحد وهذا لازم يكون واحد لحتى تعطيني جواب واحد. اذا معناتها ايضا نستنتج انه الكيو شو طلعت عندي؟ الكيو لاحظوا طلعت واحد، البي فتحة هي واحد، معناتها البي إذن صفر. إذن عرفنا الكيو والبي والآر. طيب هلا هو شو بده؟ عم بيطلب مني، عم بيقول لي إذا علمت إنه هدول هذا الحكي طالع لي شو بده؟ أعطاني هاي الأنيرمة اللي هي بي إسي بين قوسين كيو فتحة في آر، بده الدليل تبعه. طيب صار عندي بدال البي خليني احط قيمته، اذا صفر يساوي عم يطلب مني ما بين قوسين كيو فتحه، الكيو انا عندي اياه واحد، فالكيو فتحه شو هو؟
صفر. في طيب الار، الار شو هو؟ صفر، والكل عليهم فتحه. شباب مباشره انا بالدورولوك تابلوسو انا بعرف اداه الايساء كلهم تعطيني واحد الا ما عدا لما بيكون واحد صفر، يعني واحد اساء صفر جوابه صفر. فمباشره اذا بدي بدون ما احلها انا بعرف هاي جوابها مباشره واحد. ومع ذلك خلينا نجرب نحل. اذا صار عندي عم بيطلب مني صفر إيسا. طيب شباب صفر V صفر شو نتيجته؟ هاد هذا نتيجته صفر، فصفر إلو ديل. فصار عندي اذا صفر إيسا ديل تبع الصفر هو واحد، صفر إيسا واحد شو بيعطيني نتيجة؟ هاد بيعطيني واحد. شباب بهذا المثال في عندي هون بلاشيك انيرمي عم بيقول لي ايا كان اكس بينتمي لار فان اكس مربع اكبر او يساوي الصفر. هاي انيرمي اولى، بده الايساء. في عندي هون انيرمي ثاني، لاحظوا شباب يعني انا لو انا هيك عملتها هي كانه هي انيرمي بي، وهي صار عندي ايساء، وهي الانيرمي الثانيه اللي هي كيو. هون عم بيقول لي يوجد على الأقل عنصر X من R بحيث أنه X أصغر أو يساوي 5. طيب بلاشيك أنيرمي سنين ديليني بولونوس، بده الديل تبعه. قلنا شباب تتذكروا قلنا أنه إذا عندي P إيسا Q وبده الديل تبع هاي، فأنا بيكفيني أنه أعمل فتحة هون وفتحة هون. تمام؟ إذا بدي أخذ فتحة هون وفتحة هون، فصار عندي المطلوب معناتها نفس الانيرمي. اذا ايا كان اكس بينتمي لار فان اكس مربع اكبر او يساوي الصفر. هذا راح اخذ الديل لإله. هلا إيسا الديل بدي للثاني اللي هو يوجد على الاقل عنصر من اكس ينتمي لار بحيث انه اكس اصغر من الخمسة. شباب خلوني اتخلص من اداة الايساء. اداة الايساء ايش قلنا؟ كيف نتخلص منها؟ اذا كان عندي ب ايساء كيو قلنا بتخلص منها باخذ الديل للانيرمي الاولى، صار ب فتحه فيا كيو. قلنا هذا كثير مهم هذا القانون. فاذا انا بدي اتخلص من هاي الاداة، لاحظوا شو بدي اساوي؟ قلبتها ل فيا، بدي اخذ الديل للاول. ايه هو ذاتا له ديل، فلما باخذ له ديل مره ثانيه بضل على حاله. إذا صار أيا كان X ينتمي ل R فإن X مربع أكبر أو يساوي صفر. عفوا شباب أنا نسيت هون إشارة الدليل على هاي. طيب بنكمل. إذا أنا تخلصت أخذت الدليل للأولى فيا، هلا بدي أعمل الدليل لهي. لاحظوا معاكس الأداة يوجد بعض اللي هي راح تكون أيا كان X ينتمي لR فإن X، لاحظوا هون بقى بدي أخذ ديل لهي. X أصغر من 5 شو معاكس الأصغر؟ بأخذ الحالات اللي ما شملتها هي، إذن هي أكبر أو يساوي 5. إذن بهيك بيكون حلينا السؤال. إذن هذا الكارشت تاتس تبع الأنيرمي اللي بده إياها. أرنك آج ياش إيسا، إذا كانت الشجرة عايشة دلر كرودر فإن أغصانة بتكون جافة. طيب شو عم بيطلب مني؟ أنيرمي سنين ترسيني يازنس، كتوب الترس تبع هاي الأنيرمي. شباب آتش ياش هاي بنعتبرها كأنه هي بي إيسا. إذا لاحظوا هاي الإيسا دلر كرودر، الأغصان تبعيتها جافة، هاي الأنيرمي راح أعتبرها كيو. تمام؟ هو شو بده؟ أنيرمي سنين ترس سنين يازنوز، كتوب الترس تبع هاي. فبدي أخذ الترس تبع الأولى والترس تبع الثانية. آتش ياش الشجرة عايشة، أنا بدي أقول ليست عايشة، فبقول آتش إذن ياش ديل. لاحظوا هون بستعمل كلمة ديل إيسا. تمام؟ انتبهنا؟ شو بيكون عندي؟ بدي اخذ الترس لهي، بقول دولار كرو
ديل دير. إذا بهذا الشكل باخذ الترس للأنامل. شكرا كثير لإصغائكم.